السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، نلتقي بكم في عدد جديد من برنامج كل الجزائريين اللي نحاولوا من خلاله تسليط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية والإنسانية، ونحاولوا كذلك من خلاله التخفيف على مشاكل الناس ومدهم بيد العون، إيمانا بنا بأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قضايا كثيرة حساسة ومتشعبة تتعلق بقضايا القتل، راح نعالجوها في سهرة اليوم، لكن نرحبوا مع بعض بالمستشار القانوني الأستاذ عبد الحفيظ كورتيل. أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحبوا كذلك بالشيخ شمس الدين الجزائري. مرحبا بك شيخ. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا، قضايا القتل، نقول لكم أنه شاب 21 سنة في عمره، طالب جامعي، كان أمير في دارهم، معزز مكرم عايش، لكن غدر به ونكل بجثته بطريقة بشعة جدا. السيد عبد القادر حضر معنا في البلاتو، رفقت الزوجة ديالو يبكي فراق ابنه أمير. السيد عبد القادر حضر البلاتو لأنه عنده حقائق ووقائع كثيرة حيكشفها في البلاتو، ولما لا كذلك حيكشف لنا ربما عن القاتل. نرحبوا بك سيد عبد القادر. نرحبوا بك سيدتي. نعاودوا نفتحوا معاكم هذاك الجرح الأليم اللي عنده عام الآن، أوليدكم قتلوه. نعم. مع علامات استفهام تبقى كبيرة، لأن القضية مازالها قيد التحقيق ربما. نعم. أنت جيت هنا باش تكشف وقائع، باش تفرغ قلبك كذلك. نعم. تفضل سيدي. والله أنا القضية عندها 30 أفريل عام. في 22 أفريل 2015 كان معايا هو والأخت تاعو. على 5 تاع العشية كان غدوهم ذاك 9 10. فطرنا كيف انا وهو الاخت تاعو. قلت له وليدي دوك نروحوا للدار غدوه باش نصوموا عاشورة. قال لي لا بابا، طاطا عرضتني. طاطا صافي بنت عمي ماها، طاطا خالته. راح قلت له يا بلاتفورم ما كاش مشكل. السبت صباح على 10 تاع الصباح جيني تليفون. كنت تليفون جيني انا ما نيبونديش تليفون ما نعرفوش. عيط لي صاحبو ريبونديت نبيل، انا صاحبو نبيل. قلت له نبيل وليدي واش كاين؟ قال لي يا عمو ما على باليش، امير راه في لوبيتال. قلت له واش كاين؟ قال لي ما على باليش. نوضت كروسه رحت، كي وصلت صبته في مصحة الانعاش في زميل. اي مستشفى؟ مستشفى زميل. نعم. صبته في مصحة الانعاش، ما كاين حتى واحد، كاين صاحبو زادوا وصلوا زوج صحاب واحد اخرين. ما كاين ني شرطه ني كان والو. كوما كان متوفي، كوما ما على بالكمش. دابري الانعاش دابري واسمو الطبيب خلي راه كوما اسيويت، راه ممكن يعيش ممكن. المهم نوض كروسه ورحت انا للشرطه. رحت للشرطه قلت لهم واش كاين؟ واش الحديده كيفاش اللي صبناه في الطريق السريع من دار البيضاء للجزائر العاصمه تحت جسر اللي يقطع بين سيتي ليدين حي الكتبان، حي الكتبان اسمه المعرض قصر المعارض تروازيام بوزيسيون. كيفاش لقيته؟ لقيناه محطوط تروازيام بوزيسيون، جبناه حطيناه في لوبيتال. ابري دوزور زوج سوايع هو طايح. واش يقولوا؟ كاين زوج صحابو يقول واحد يقول تلاقيت بها 12 ونص تاع الليل، واحد يقول تلاقيت بها الوحده غير 4 تاع الليل. ولكن ثروزيام بوزيسيون طريق سريع جيماجين ما جازوش عليه السيارات. جوستومون هنا اللغز ما جاتش عليه حتى سياره. دوزور قلت ساعتين وهو ساعتين هو تما. علاش؟ باسكو اللي راح بلغ الشرطه اللي كاين من باراج راه اللي دخلنا القصر المعارض والاوتيل هيلتون راح لعندهم قال لهم اللي كاين واحد راه مرمي في الطريق راه التروزيام بوزيسيون. هما اللي بلغوا باللي راه جات الشرطه تاع المحمديه. بعدها شحال قعد في الانعاش؟ قعد ثلاث يوم في طن. ثلاث ايام. ثلاث يوم في طن. في طن ماشي في طن، في طن يعني كيفاش واحد يفطن من الغيبوبه. من الغيبوبه. علاش؟ كي داوه الحمايه المدنيه دخلوه ديال تيمون البلوك مضروب في يقولوا مضروب في الفوا واللي راه بصح ما عنده اوكين تراس، ما كان حتى شيء اللي يبين باللي راه مضروب. كاين خبره شرعيه؟ كاين خبره شرعيه. تتاكد واش قالوا عليه باللي كان مضروب؟ انا واش سمعت واش قالوا لي؟ قالوا لي باللي
يقول الطبيب الشرعي راه مضروب ضرب عنيف. انا ما شتهاش. الله يرضى عليك. ويلنا الصوره اللي بعد هذه، بعد هذه الصوره. لعل هذه الصوره تبين شويه في العينين الضرب العنيف يعني. بارك الله. لعل خلي الصوره تتكلم. مضروب في راسه بزاف. لان المشاهد لما يشوف هذه الصوره يقدر يفهم يعني ما لا يمكن ان يقال يعني. صحيح. كيف القصه الله يرضى عليك؟ كيف طن من الغيبوبه؟ كيف طن من الغيبوبه؟ أنا كان معايا الميتة كيف طن؟ الطبيب قال لي سي هاد الضرو مي ما تكثرش عليه. هضرت معاه قلت له وليدي واش بيك؟ قال لي والو. قلت له كيفاش والو وليدي؟ كيفاش راك في الحالة هذه؟ قال لي يا بابا ملي هضر ما شفيتش. قال لي ما شفيتش. صعوبة ما شفيتش. بدلت لي هضرت معاهم داروا له سكانر خرجوه. أنا واش كنت خايف؟ كنت خايف على راسه. قالوا لي بلي عنده لاكران، عنده هنا مكسر منه ومكسر منه. قالوا لي عنده ان كايو تسون راه في السيرفو. ونتيجه السكانير واش نتيجه السكانير واش قالت لي؟ قالت لي الحمد لله يا ربي، حمد ربي لانترفونسيون ما نديروهاش 80% باسكو الكايو تسون حبس عاود الدم دم. هنا رجع لكم الامل شويه. هنا رجع لي الامل خلاص، رجع لي الامل ودابري. ورحت انا قال لي طبيب جيب له ياكل. عاود ريبرونا ولا شويه يهضر حتى الانفيرميي جاب بوسمو دار له واحد فلو اللحيه تاعو يقول له تبارك الله فيك تبارك الله فيك. إلي تي كونسيون كان واعي. إلي تي كونسيون كيوجعو يقول له بالعقل. كيوجعو يقول له بالعقل وجعتني. ولكن كيفاش ما قدرش يقول لكم صحت واش صرا له؟ هنا قلت له يا وليدي قول لي برك وسهلا. قال لي يا بابا ما شفيتش. هذه كلمه ما ننساهاش. ولا ما حبش يحكي لكم ربما ما حبش يصارحك. دوك هذه انا ما قال لي ما شفيتش. جاوبني انت يا وش اللي خلاك تحس باللي الطفل هذا مقتول؟ حاجه اللي خلاني. وعلى ما راكش مثلا تقول باللي مات موت طبيعي، كان عنده كايوتسون في راسه. صح. جاه في لحظه وطاح في الطريق. معليش. يعني فهمني علاه راك تاكد باللي قتلوه. نكمل شيخ. الله يحفظك. بالخميس انا كي هضرت مع الماتسا قال لي سي خلاص الحمد لله غدوه ان شاء الله نطلعوه للسيرفيس. العشيه حاجه اللي خلاتني باللي انا حتى وفي لوبيطال تبعوه وهضرتها انا عند الشرطه وممكن تبعوه في لوبيطال. عن 10 ونص تاع الليل جيت داخل عنده والصبت جيت داخل كان وحده ما على باليش اكزاكتومون واش شكون ماتسا ولا واش شكون قابلتني قالت لها هذا بابا تسيس اللي نحاولوا نتويو. قلت لها كيفاش نحاولوا نتويو؟ قالت لي نو ماشي وليدك. لا 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 سي لو سات لو سات. قلت لها اسمعي دكتور. قلت لها لو سات انا اون سيمان انا هنا لو سات طاح بالموطو مزلوح ما دارولوش كامل نتويو. هذه تاع في لوبيطال. غدوه من ذاك الصباح صليت الفجر جيت نصيبو بالبلاطر في يدو الكوش اون سومان باش دير له لو جور اللي توفى فيه الجمعه الصباح دير له البلاطر يدو الكوش. وهو يدو كانت مكسره ولا تكسرت؟ ما كانتش مكسره. ما كانتش مكسره. ما كانتش مكسره. مؤكد هذه المعلومه؟ هذه مؤكده. يدو الكوش ما كانتش مكسره. نعم. وتويو البارح في اللي نسمع باللي تنحلوا تويو. وبعد اسبوع داروا له الجبس. لا في اليوم اللي توفى فيه صبت انا داروا له الجبس. الحاج اولا احنا نترحموا على امير نقولوا رحمه الله ونقولوا باللي الموت بالاجل ما يقدر حتى انسان يغيرها. والالم تاع المؤمن ماشي من الاجل. المؤمن ما يتالمش من الاجل. الاجل هذا بقضاء الله ما يقدرش وانما بالاسباب. احنا نتكلموا على عالم الاسباب. يعني هذا الشاب هذايا صابوه في الطريق محطوط بطريقه ليقتل. يعني ماهوش على جانب طريق. لا غالق طريق بحيث منطقيا لازم تمر عليه الشاحنات ولا تمر عليه السيارات. ولكن رغم ذلك من الطاف الله ما كانش علامه باللي مرت عليه شاحنات والا يكون يعني تقطع لحمه كذا. هذه مساله. المساله الثانيه وجد مكسور يعني كما قلت لي صابوه مكسر داروا بلاط يد. في اليد وجد مضروب في راسه
انت تقول كاين وظوظ داخليه يعني في الطبيب يقول الطبيب يقول الطبيب يقول هذا. هذه المعلومات كلها قل لي هل وردت في محضر الشرطه الاولين؟ ليه صابوه الاولين؟ اللي صابوه ما جابوش المحضر. علاش راني نقول الاستاذ؟ قلت له استاذ المحضر ما جابوش، ما داروا لا كوستا، ما جابوا المحضر، ما داروا محضر باللي دايرين ولا ماشي دايرين؟ ماشي من الديور كامل. انا كي رحت شهرين وانا معاهم كل يوم عندهم، صباح عندهم العشيه عندهم، كيفاش لقيتوه؟ كيفاش ما هنا واحد ما يعطيك معلومه؟ شكون لازم يدير المحضر وشكون يدير المعاينه؟ انت قدرت تطالع الملف؟ عندك نسخه منه؟ انا رحت لا جاوبني يعني سمحني. انت عندك نسخه من الملف؟ ما عنديش نسخه منه. اطلعت على الملف؟ ما طلعتش على الملف. اذا ما تقدرش تقول كانت معاينه ما كانتش. المشكله ماهيش في المعاينه، المشكله هي التحقيق اللي درته مصالح الامن كيفاش مشى. نبدا التحقيقات نتاعي في مصالح الامن، كل معلومه نستغلها باش نوصل الى تحديد الفاعلين، سواء الامر يتعلق بجريمه القتل او ان الامر ماهوش جريمه القتل، ممكن تقوم فرضيه اخرى. هكذا تعمل مصالح الامن تحت تعليمات وكيل الجمهوريه تاع محكمه الحراش، هو يعطيهم التعليمات اللي يقوموا بها، ما يخدموش من راسهم، كاين قانون هو يسهر عليه. الان الملف تاع الشرطه اللي ما نعرفوهش احنا رانا نسمع فيك تدير التصريحات نتاعك، المفروض بمجرد العثور على هذا الشخص في هذه الحاله تكون كاينه المعاينه وتكون كاينه التحقيقات اللي تبدا. معليش تفضل نعطيك النقطه. الشرطه اللي حضروا في الحادثه هما الشرطه المحمديه، شهرين ما كاين والو، يدخلوا شرطه دار البيضاء كيفاش يقولوا بريغاد كريمينال، يدخلوه وما يجوا نحولهم الملف ويدوه لعندهم. ولما داو الملف، تسمحي لي فقط، لما داو الملف تاع امن الدائره، امن الدائره واش عملوا من بعد؟ امن الدائره مشاو هما اللي مشاو في التحقيق. والنتائج تاع التحقيق؟ والنتائج راهي مازال ما كاين والو. جيبوا ناس سمعوهم تاع كاين واحد اللي صابوا الهاتف تاعو، صابوا الهاتف تاع وليدي بعد ثلاث شهور. انا عين باقي شاك فوا حاكم التليفون منا اللي مصوره ونبكي ونعيط. في 4 ولا 5 جونفي نهار جمعه عيط صونه الهاتف تاعو عيطت انايا للشرطه، عيط للوفيسي قلت له الهاتف تاع وليدي راهي صوني. علاش سرقوه تليفونه؟ رفدوه من عنده، رفدوه وين كان طايح. نهار الحادث جابوا الهاتف تاعو وسمعوا الانسان، داروا له ام بي في. اين وجدوه؟ هذا السيد واش يقول؟ هذا بري انا الشرطه، يقول باللي انا جيت جايز في الطريق صبت السيد طايح، الغاشي داير، صبت التليفون في التو رحت. لا حول ولا قوه الا بالله، والله لو قال كنت جاي صبت هاتف في التو ديتو تجي معقوله، ولكن ان يقول انه وجد الجثه ووجد شاب ميت ومضروب ومقتول ولا ندري ويصيب هاتف يديه، هذه من الكبائر. هذه من الكبائر. ما على بالكش بلي في كثير من حوادث المرور الناس اللي تسرق اكثر من الناس اللي تقدم المساعده، يعني حقها معروفه، ولكن هذه طريق من الطرق اللي يقدروا ياخذوها المحققون تاع مصالح الامن باش يوصلوا الى الفاعل. ما نقولوش الفاعل لان اذا قلنا الفاعل رانا قلنا جريمه قتل، باش يوصلوا الى تحديد حقيقه ما وقع. هذه جريمه قتل باش تلصقها في انسان ماهوش امر سهل، يعني انت ما ترضاها لابنك، ما ترضاها لشخص اخر. اذا انا ناكد لك شيء، انه المحققون مازال ما وقعتش في يدهم دليل اللي ما يقدرش اي شخص يتهرب منه، لذلك الملف بقى بهذه الحاله وبقى ضد مجهولين. استاذ هنا ربما نروحوا لامر اخر، واش محل اعراب الكاميرات المنصبه على طرق سريعه؟ ما يقدروش يستعملوا هذوك الكاميرات ربما الاشرطه هذوك باش يقدروا؟ طبعا 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 طبعا. اول شيء اللي يوضعوا الكاميرات هو مراقبه الاشخاص ومراقبه السيارات، وهي تستهلك اموال كبيره جدا. اصلا هو هذا الموضوع يحتاج الى كثير من الكلام. يقدروا يستغلوا هذه الكاميرات للوقوف على ما وقع، ولكن في كثير من القضايا صعب جدا ان مصالح الامن تستغل هذه الكاميرات الا في بعض القضايا والله عند الطلب. ولكن انا الى اليوم انا نشوف ما جدوى هذه الكاميرات، هل هي للفضول باش نشوف السيارات اللي تمر نراقبوا، لانها هو كلها في الطرق تراقب السيارات والاشخاص.
يعني هو سؤال وجيه جدا اولا مهم جدا. اذا توافقني المكان الذي وجد فيه هذا الشاب مكان راقي جدا، يجي على ابواب المعرض الدولي الجزائر، يجي على ابواب هيلتون اظن، وعلى مدخل كاين حاجه الوحده ونص تعليل من المستحيلات سبع واحد يروح من تما، واش يروح يدير ما عنده واش يدير من نعم اصبر عليه. هذه واحده. المساله الثانيه ان هذه العائله لا يبحثون الا عن الحقيقه، ما مشي يحوسوا يرميوا هذا الجرم على زيد ولا على عمر، ام يحوسوا الحقيقه فيما وقع. شاب مضروب، علامات الضرب ظاهره عليه باجماع الاطباء والوالدين والشهود وكذا. هذا الانسان احضر بنفسه يعني قبض الحديده وضرب راسه وقتل نفسه. لابد يكون ما دام كاين مفعول لابد من وجود فاعل. العائله هذه انا فهمت ما تبحثوا عن الحقيقه. استاذ كاين نعم. واحد الشيخ كاين واحد النقطه حسب وليد خالته خرج على العشرة قالوا اني خارج رايح للسيبر. هذوك الايامات هذيك الاسبوع كان السيبر كان مقطوع تاع الحبل تاع الانترنت تاع النبابه. هذه وحده. خرج على العشرة كاين واحد من صحابو يقول لك تلاقيت معاه على 12 ونص تاع الليل. يا شحال كاين المسافه؟ مسافات كاين تاع 600 و 700 متر. كيفاش من 10 تاع الليل 12 ونص تاع الليل المسافه يمشيها في هذا الزمن هذا؟ نعم نروح سيدي نهضر مع الوالده. سيدتي انت يا وليدك مال في خرج على 12 تاع الليل؟ باش كي تقولي الحادثه صرات على 12 تاع الليل، كيفاش كان سلوك امير ربي يرحمه؟ كان مربي وعاقل. ما كانش عنده عداوه مشاكل؟ ابدا جام ما عندوش كاع. وما في خرج برا يبات يدخل على 12 تاع الليل؟ ما كاش منها، ما يتكيف، ما يشم، ما ي... تعرفي عنده قرايه تاعو وسبور، هذا ما كان. وكان صائما. صائما. انا هاي النقطه اللي نحب نفهم، كاين مئات من الشباب راهم يقتلون، ما تشوفوش اللي وصلوا الى وسائل الاعلام. هاو هذا امير اليوم يسمعنا به، ولكن عنده سنه ومنذ ان قتل، راهم يصيبوا جثث في الغابات في الطرقات. يعني هذا القتل استشرى في هذه الامه. أطفال مختطفين، شباب يقتلون، رجال، نساء، عجائز، وين هو رايح الشعب الجزائري بهذه الظاهرة؟ الوالدين هم يطلبوا ألا يغلق هذا الملف. لأن يعني القانون أيضا يخمم في مثل هذه الأمور، إذا ظهرت أدلة جديدة نفتحوه نعاود نحقوا فيه من جديد باش ما يفلتش الجاني. ولكن السؤال الذي يطرح دائما ونطرحه، ربما السادة المشاهدين أيضا يطرحوا سؤال معنا، ما جدوى كل هذه الكاميرات اللي قامت ملايير والملايير والملايير؟ هل هي لمراقبه السيارات ام لمراقبه الاشخاص ام لمراقبه الجرائم؟ علما بان لا شيء ربما علما بان كل كاميرا تحين الى كاميرا اخرى، يعني كل مده معينه كان كاميرا تبعث لكاميرا واحده اخرى. باختصار فقط سيدي معليش تفضل. الكاميرات اللي المكان اللي كان فيه معرض دولي يعجوا بالكاميرات وزيد فندق ليلتون وزيد حتى المركز التجاري مركز ديزافير هذاك مركز هذا الشيء كامل ما كانش كاميرا شاعله تبين يعني تبين هذاك المكان جا في وسطهم. هنا شكون يطلب استاذ ربما باش يعينوا الكاميرات؟ شكون يقدم بالطلب؟ السلطات اللي تحقق وكيل الجمهوريه مع مصالح الامن هما اللي يطلبوا. وانا قلت لك في بلدان من شعره يجيبوا الجاني، في بلدان اخرى كلش متوفر لكن كلش متوفر لكن في مكان هذا اذا هذا كان خالي ممكن هذا اذا كانت جريمه قتل. هذا في باب معرض الدولي. انت سيد عبد القادر شوف عام ربي يرحمه امير ما كانش جديد، القضيه مازالها في التحقيق وضد مجهول دائما. انت طرقت بابنا باش ربما تقدم ادله، ما لقيتش شكون يسمعهم. هاد الهضره اللي حبيت تقدمها ما كانش اللي يسمعها، ما سمعوكش. ما نقدرش نقول لك انا نشك شكون هاو اللي دار اللي اكيد قتل. ما احنا ما نقولش الاصابع الاتهام الاشخاص بصح انا الحوايج اللي دخل داروا لي شك هما في مستشفى، علاش ما مشاوش حقوا في المستشفى؟ هذه وحده على الكلام اللي هضرته. هذه نقطه. النقطه الثانيه كيفاش يخرج على 10 تاع من الدار حتى ل 12 حتى الوحده تاع الليل باش ثلاث سوايع وهي مسافه نتاع 600 متر ويصيبوهم ملقى على اسمه تروزيام بوزيسيون ويمريح ساعتين هو في اسمه بوصلوه للوبيطال العزوج تاع الليل.
زوج ونص انا وليه. هي مام في المستشفى كاين انلوش باسكو انا دخلني الشك في المستشفى ماشي دخلني الشك قتلوه في المستشفى واش صرا له في المستشفى بعد اللي تنحاولوا لتويو. لا قبل ما تروح للمستشفى تسمح لي قبل ما تروح للمستشفى لازم تعرف ابنك واش صرا له خارج المستشفى. خارج المستشفى انا هدرت واش صرا له خارج المستشفى عشان تعليل الوحده تعليل ملقى على التروازيام بوزيسيون يوصل للوبيتال على الزوج ونص للمستشفى. بما انه قلت ما كانوش فيه ربما اثار دم في ملابس وليدك كان ما ريان ديتو ما كان كان جرح هنا مضروب هنا وعينيه واش راكم تشوفوه كما راكم تشوفوا في الصوره هذه. قل لي بالله عليك يا صديقي هذا العينين تاع وليدك اللي انا نشوفه فيهم هذا هو داء العينين هكذا؟ بارك الله فيك. دوك هذا اللي يجي ويتفلسف علينا هاي باينه عينه شوف كيف راهي هو ضرب عينه بالدباسي ينفخ عينيه هذه عمل من فعل فاعل. ونزيدك النقطة يا شيخ. نعم. حوايجو كي ديتهم للشرطة شهور بعد باش داوهم للمخبر باش يديروا لهم شهور بعد حوايجو كأنه دخل المحل لبسهم وخرج. ما فيهم حتى شيء يعني اللي يبين لك باللي هذا الشيء طاح ولا ضربته سيارة ولا. سيد عبد القادر انت اللي قلت امير كان صاحبي وخويا وقريب مني. نعم. ما حسيت ربما في الفتره الاخيره كان متوتر تبدلوا شويه تصرفات وسلوكه. خميس كان معايا هو واخته ما حسيتش كان عنده مشكل ما عنده حتى شيء. سيدتي انت قلتي سميناه امير وكان عايش في الدار كيما الامير كيفاش اليوم راكي تعيشي بلا امير؟ شحال الكبده اللي راهي تهضر كيما داروا فينا هكذايا ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واش نقول لهم باسكو النفس كيفاش ينضرب وكامل ويحطوه في طريق هذه كاع ماشي ماشي عيب. اذا تسمحي لي حبيت ننبه لواحد النقطه هذا اللي نفترض هذا القتله اللي ام يمشوا في الشارع ونحن لا نعرفهم لازم الشعب يفهم بلي كاين قتله في الجزائر ما غير مقبوض عليهم. هذا اللي دار الامير هكذا لعله هو اللي خطف نهال ولعله هو اللي دار جريمه في جهه اخرى. يعني لازم الشعب يتضامن للقبض على هؤلاء القتلة اللي ما زال لم يقبض عليهم. ما هيش مهمة رجال الأمن فقط، مهمة الشعب كله. أنا لما نسمع باللي جزائري راح وصل صاب جثة في الأرض وصاب بورطابل الداه يعني يطيح مني النص. عليها أني نقول هالكلام لأني سئلت نفس السؤال. قال لي إنسان كنت في الطريق سريع في الطرقات وشفت إنسان قاس إنسان كي جات لامبيونس تافد هذاك الميت قال لي طاح صباطو قال لي ديتو بعتو 60,000. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الفعل. يعني شيخ كاين حاجة واحدة كيفاش يقولوا الترينينغ اللي لابسها تسوى زوج ملايين حذاء تسوى زوج ملايين ولا أكثر. صاب الناس دايرين به لو كان صابه وحده كان ينحيها له. حوايجو اللي كان لابس السروال اللي كان لابسه يدير مليون ونص. اسمع واش راني نقول لك لأن صاب الناس دايرين به. واش قال لكم؟ قال لكم صبت البوطاب في مكانه في التوب. راني حاب نوصل هذه النقطه للاستاذ باللي نقولوا ماهوش حادث سياره. طيب لو كان حادث سياره يتزلح يطير حوايجه يطير صباطه يطير فهمني علاش عطونا كان حوايجه بروبر طريق نقيين محطوط. لا ولكن احنا ما قلناش حادث سياره. لا احنا ما قلناش حادث سياره. كل فرضيات ممكنه لانه احنا قلنا كل الفرضيات ممكنه. استاذي الاب هذا عنده حق يطالع الملف تاع الشرطه اللي داروه في القانون يقدر؟ لا هو يسمع في عند مصالح الامن ويسمع جميع الاطراف ولكن هو عنده كل المعلومات حول الملف. يعني ماذا بنا شرطه المحمديه تمكن الاب هذا من الاطلاع على الملف الاول؟ هو اهم شيء في هذا الملف هو اذا تم تشريح الجثه. انا تمت الطبيب الشرعي هو اللي يعطيك ما وقع بدقه يعني يعطيك هل حادث مرور ولا لا مش حادث مرور يعطيك هل الموت نتيجه مباشره عن افعال معينه ويعطيك بالتدقيق وبالمصطلحات العلميه وكل شيء. يعني هذه الخبره هذه انا نتصور انت مازال ما طالعتش عليها ما تقدرش. استاذ هذا الشيء اللي حبيت نوصل ليه انايا اللي رحت انايا للمستشفى وهضرت مع طبيب الشرعي ونقول له يا دكتور اعطيني كوبي من ملف تاع وليدي ويقول لي ما نمدلكش طبعا ما يعطيكش وليدك مضروب وما نقولكش باش مضروب قال لك هكذا مضروب بهذا واش راني نقول
وروح الوكيل الجمهوريه هو اللي يقول لك باش مضروب. سي غراف. احنا لما استاذ لما نورا الجهه اللي يلجا لها الجهه هي وكيل الجمهوريه اللي يتبع في التحقيق الامني، ولكن هذا من مساوئ النظام الفرنكفوني في القضاء، هذا هو من المساوئ تاعو. احنا نتبعوا هذا النظام للاسف، انك ما تقدرش تحصل على الان انت ما تقدرش توكل حتى محامي. يعني شوف المأساة وين راهي، ما تقدرش توكل حتى محامي، تبقى انت اغرب انسان عن هذا الملف. يعني هو ابنك وانت اغرب انسان على هذا الملف، وللاسف قلت لك هذا من مساوئ النظام الفرنكفوني في القضاء. هو راهو يدير في التحقيق. عمي عبد القادر، اخشى ما اخشاه ان هناك جهه راهي تحمي في القاتل وتتستر عليه ويخبئ فيه، ما دام هناك ملف طبي من حق عمي عبد القادر يطالع عليه. كي دخلت وكيل الجمهوريه، كي دخلت وكيل الجمهوريه، خلي دوك انت درت طلبت تدخل. انا والنائب العام واش قال لي؟ قال لي اذا عندك في اضافه وعندك اشياء حصلت عليها باش تقدر تعاوننا بها تتقدم بها لوكيل الجمهوريه. الان اذا ممكن انا نسالك سؤال يعني اخير، واش كان واش لازم يديروا هذا المصالح وما داروش؟ لا انا ما قلتش واش يديروا واش ما داروش، انا نطلب، حبيت نطلب نقابل وكيل جمهوريه الحراش وتطلع على الملف، ونطلع على الملف الطبي. هو يريد الاطلاع على الملف الطبي. يعني حبيت نطلع على الملف الطبي اللي منعني طبيب شرعي اللي يقول لي ما نوريلكش، روح لوكيل الجمهوريه تشوف. طبعا لان هو يتقيد بتعليمات وكيل الجمهوريه، ولكن حتى اذا في الملف الطبي الخبره الطبيه تقول بانه مات نتيجه قتل، واش راح يغير الشيء هذا ما دام ما عندناش طرق نقدروا نتبعوها، ما عندناش ادله. انا وليدي عنده عام اللي توفى، مي انا نحس فيه دوك توفى. الله يرضى عليك. القادر ماشي سهل انه تفقد قطعه من روحك. هو هذا الالم الموجود في قلوب الاباء لا يمكن اطفاؤه. ما الحقيقه فقط اللي تخليهم يرتاحوا ماشي الاطفاء. وطلبك الاخير سي القادر اي جد حاجه واحده حاب نعرف. تفضل. علاش باش التحقيق يعني يبقى ساري مشى ماشي وتعمقوا لي في التحقيق تاع وليدي ونعرف شكون هذا ماشي وترتاح وتتهنى لانه هذيك الدموع على يترافقك انا نشوفوا في هذيك الدموع نحسوا بها حقيقه. أنا لما قتل كينيدي في امريكا، امريكا قعدت تبحث عن الحقيقه حتى وجدوها وقيل في 30 سنه او لست ادري كم، الى الان ما زال دراسات قائمه. سيدنا يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب 40 سنة من بعد باش تفسر المنام نتاعو. هذه قضايا القتل والظلم ما تموت تبقى في قلوب الناس، ولذلك ما كاش كيما الحقيقة. أنا أدعو وكيل الجمهورية إن كان يسمعنا أن يمكن هذا الأب من الاطلاع على الملف الطبي، وهذا حيضيف الحقيقة ويعرف الحقيقة إن شاء الله. سيدتي في كلمة أخيرة واش تقول؟ الكلمة الأخيرة واش نقول؟ تبان الحقيقة إن شاء الله، يا قاتل الروح وين تروح كما نقولوها، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما كان اللي دار فيه هكذا إن شاء الله ما عندوش، حنا ما كاش وين يهرب من عند ربي، تهرب من العبد كامل لربي ما كاش وين تهرب له. كلمة واحدة تفضل. أنا وليدي هذا ما نقولكش ما شفتش آباء كما أنا، ولا تزكوا على الله أحد. أنا وليدي وصاحبي وخويا وعمي يمشي معايا، يخرج من لافاك يعيط لي، يروح معاه لصال تاع السبور، المسجد، الحياة يعني. كل شيء في السيارة يمشي معايا يعني. كي نخذ في السيارة دوك نخذ في بلاصتو نبكي، يعني فقدت ذراعك الأيمن كما نقول دوك كي نشوف. دعوا له بالرحمة إن شاء الله. تقعدوا دائما محزونين كي تفكروا. قال لك ما ضاع حق وراءه طالب، لا تسكت هذا وليدك، وهناك قاتل يتجول لابد من القبض عليه. انا باذن الله قلت لهم ما نسكتش حتى القطره الاخرى من دمي، اخر نفس من حياتي. اخت عائشه اذا ممكن بسرعه اكيد في نفس دقيقة. تفضل شيخ. نذكر الناس بهذا موضوع الاعدام تاع القتله، لان جات ممثله امنيستي جنرال، جات منظمه حبت تركع الدوله الجزائريه. القاضي في الجزائر سيد ويخضع للقانون الجزائري، القضاة يحكموا بإعدام القتلة، تأتي ممثلة أمنيستي جنرال تستهزئ بالقرآن الكريم وتقول في الخطاب نتاعها
إذا طبقنا العين بالعين الناس كاع يولوا عميين. هذا كلام لا يقوله عاقل. شيخ، القاضي يطبق القانون في الجزائر وينطق بإحكام الإعدام في الجزائر. جيد. والقاضي سيد، ولكن من يقف في طريق تنفيذ أحكام الإعدام؟ أنا أتكلم أنا على القاضي. القاضي يبقى دائما رجل شريف أو يحكم بإعدام القتلة. اللي رامي يديروا يمنعوا إعدام القتلة هما لم يخرجوا لنا قضايا من أمثال هذه، لأن لو أن كل إنسان نوى يقتل إنسان وراه يشوف الأول بلي قتل وأعدم ما يروحش يقتل. ربي قال ولكم في القصاص حياة. أنا أريد أن أندد بما قالته ممثلة أمنيستي جنرال، هذا سب للقضاة في الجزائر. نشكركم سيدي. كيما هكذا يكوي يوم الكبده ان شاء الله تظهر الحقيقه. ان شاء الله قالت الكبده واعره سورتو كيما تموتها كيما هذه ماشي كامل. رحمه الله. ما نبخلك سيدي اهدر، واش حبيت تزيد ضيف؟ واش نقول لك؟ موت اللي متاه ماشي تاعها، ما يستاهلهاش. تربى عزيز، تربى حنين. تشوف اللي سيولي يقرا فيه يقول لي، قالوا لي كاع الديريكتور ولا لي بروف تاعو قالوا لي يمدوا به ليكزومبل الشيخ. هذا في الليسي بلا لافاك، في الليسي مدوا بيه ليكزومبل، مدوا بيه المثل. هو ليكزومبل في الليسي. والله 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 غير يصحح للبروف في لاكلاس. كي خلي لي زيلاف يخرجوا هو يصحح له. درت هكذا ودرت هكذا. سان جيني في الانفورماتيك. إذا يسمحوا لي المشاهدين الكرام باسم كل مسلم فوق الأرض نعذبوا لكم بالآجر. ونقول لكم باللي حدا انا نحسو مش راكم تحسو، وانا معاكم يعلم الله. كان يسعدنا ان وليدكم هذا راهو تخرج وراهو في بيتكم، ولكن شاء الله جل جلاله ان ياتيه الاجل. لا اعتراض لنا على اجل الله، نحن نتحدث عن الاسباب، يعني عما يفعله الانسان باخيه الانسان. هناك قاتل متجول او هناك قتل متجولون، يعني لابد من القبض عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يجي وقت الناس ما يعمى على بالوش، قالوا له قتل فلان يقتلوا، هو ما عنده حتى قصة معاه، وحتى المقتول ما على بالوش وعلاه قتلوه. يأتي زمان. أنا أخشى أن هذا هو الزمن. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم شيخ. إذا بهذا مشاهدينا نروحوا مع هذا الفاصل، لكن بعده حنعالجوا قضية قتل أخرى. للأسف شديد اليوم ظهروا اعترافات وأدلة جديدة حنناقشوهم. السيدة مسعودة لوليدها راه متواجد في المؤسسة العقابية على أساس محاولة القتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، لكن جيت في القضية أنه الضحية ظهر اليوم وراه يعترف انه تسلم مبلغ 23 مليون مقابل تورط للمتهم، واليوم كذلك راه يبتز والدة المتهم. لكن محاضره معنا سيده مسعوده. نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وليدك راه في الحبس. في الحبس قبل شهره. حملوا بخمس سنين نافذه على اساس انه حرق الضحيه. انه مشاركه في المشاركه. مشاركه. مشاركه. لكن جديد في القضيه. جديد في القضيه بان الضحيه جال عندي للدار وشحال من خطا الى قال لي في الزنقه. المره الاولى كي تلقوا البروكيرور عند التقديمه في محكمه الشرقه تلقوا راحوا معاه الشهود وقف، هو قال ما دار لي والو البروكيرور تلقوا. ومن بعد قاضي التحقيق عاود عيط له وداوه قعدوا يحقوا معاه تقريبا 19 وفي التحقيق. ومن بعد كي زادوا حكموا المتهم الثاني داوه مباشره في المحكمه تاع الشرقه مباشره للسجن تاع البوليده. وبعد هذاك الضحيه ولا يلاقيني في الزنقه ويقول لي الضحيه يقول لي اعطيني 10 ملايين سلك لك وليدك. قلت له انا باش نعطي لك 10 ملايين لعن الله الرشي والمرتشي والوصيل بينهما، لو كان وليدي يحكموا عليه بالاعدام راسه الفوق والكوغل تحت ندفنوا ونبكي ونرضي ربي سبحانه. الحادثه صارت على حساب واش حكاوا لي رجال الشرطه واهل الحي. كان قاعد هذا الضحيه في الجنينه داير طابله تاع تدخين يبيع، يقولوا قيقي المدعو قيقي يبيع في الدخان. كي كان قاعد في الارض ما نعرفش كل يشمخو، قال لك مع شمخو ما بعنقو. قال له واش بيك؟ شعل النار نشعلو فيه زوج. وليدي كان واقف مع واحد اسمه عز الدين طويل باش شمخو بليسونس. كان واقف وليدي فتح النور هذا مع واحد اسمه عز الدين طويل في الحومه مقابل الطبق تاع القهوه من الريستوره. كي جا رايح باش يجيب قال له وراك رايح، قال واحد نجيب كارو ونولي. كي لحق للطابله هذاك لو طوني كان شاد لي شمخو
تلقوا قالوا يا سيف واش راك دير؟ قالوا نجيب قارو من الطابله. كي تلقوا قال لك شعل فيه النار، شكون شعل فيه؟ الله اعلم. انا ما نامنوش وليد خالته هذا الضحيه، وليد خالته على باله باللي وليدي راهو باري، وقلت له يا عبد الرحمن راه يقول لك فتح النور، جيتك بوجه ربي اشهد شهاده الحق. كي اتجهت لي بهالكلمه قال لي لو كان نوقف نشهد على فاتح هذا الحقيقه، قال لي الفاميليا تاعي تاع صالون بي قال لي كامل يدوروا عليا. قلت له وليدي روح للجامع في الامام تاع الجامع، واش قال لك دير؟ دير. كاتم شهادة الحق شيطان الأخرس حاشا الجماعة. قال لي يا خالتي ما نقدرش نروح نديرها، راني هدرت مع خالتي وهدرت مع الفاميليا قلت لهم باللي فتح النور راهو مظلوم. وبعد كل هذه السنوات هذا الضحية يقول لك أنه خلصوا 23 مليون. ومن بعد هذاك الضحية الآخر المتهم الثاني كي لحقنا للمجلس حنا رانا قاعدين برا داخل الشرع ويمات الضحية مع وليدها والجماعة اللي برا طلب في الحياة طاولوا 5 ملايين وكي لحق السماء طاولوا 20 مليون. ولكن انا في التسجيل اللي راهو عندي واش قال لي؟ قال لي راهم لعبوها لي عطوني 17 مليون و70. نسمعوا التسجيل مع بعض مشاهدينا. عندنا هذا لا حول ولا مكالمه الهاتفيه اللي دارت ما بين والده المتهم والضحيه، نسمعوها مع بعض حتى ولو انه استاذ ليست كدليل مادي. لا ليست كدليل مادي ولكن القانون لا 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 خليني افكرك، القانون يمنع انك تقوم بتسجيل الاشخاص دون اذنهم ويعاقب عليها قانون العقوبات. يعني مادام رانا في المجلس هذا احنا رجال قانون، كي نشوفوا شيء يطابق القانون نقولوا، لما يشوفوا شيء يخالف القانون يقولوا. باش نعلمك فقط بانه ممنوع انك تاخذي تسجيلات صوتيه ولا بالفيديو لاي شخص دون تصريح ولا ترخيص منه. منه ولا من البروكيرور؟ لا منه، حتى منه هو. اذا عندك ترخيص من وكيل الجمهوريه انت عندك تغطيه قضائيه، اذا ما عندكش ترخيص من وكيل الجمهوريه هذا الشيء ممنوع. نعم، وهذا صح اللي يقدروا ياخذوه على اساس دليل ولا في غالب الاحيان عليه. في غالب الاحيان لا يؤخذوا به لانه ما هوش تحت اشراف وكيل الجمهوريه. ولكن هذا ما يمنعش باش نسمعوا مع بعض هذا التسجيل. طبعا. اذا مصطفى نسمعوا التسجيل. خويا مالي في ليسونس؟ ما ماش ليسونس. خويا شعل فيك النار؟ باش عشير النار. وانا سجلته للحبس. الانسان انا ما عندي حتى حاجه معاه. كاين ربي والعواشر بيناتنا، نعرفوا وليدي دار الله لا يردو، راهو مظلوم، وليدي راهو مظلوم، ربي يبين ضربو ان شاء الله. إذا الحاجة هذا اللي يتكلم هذا اللي هو الضحية، هذا هو هذا المحروق يعني اللي المفروض محروقوه. هاو يقول لك بلي وليدك ما دار والو. اسمح لي احنا حاولنا نتصلوا بهذا المدعوقيقي لكن قالوا لنا راه متواجد بالمؤسسة العقابية. يعني لذلك تعذر علينا باش نتصلوا به. ولكن الدولة تقدر تصل إليه. الحاجة أنا حاب باش نكيفوا المسألة تكون واضحة. أنت بعد ما وليدك دخل السجن قبل كل شيء. نعم. هذه ماهيش محاكمة باش نفهموا. ثانيا كاين حكم قضائي لازم نحترموه. أكيد وما نقلوش في الأحكام القضائية. طبعا لا لا ليس تقليل لكن لازم نحترموا حكم قضائي. احنا راح نناقشوا بعض الجزئيات فقط. هذا المكان. احنا باش نوضحوا الصورة أكثر. نعم. يعني احنا ماذا بينا نساهموا إذا كاين إنسان بريء أو في السجن باش يخرج. صحيح. وإذا كان إنسان دار هذا الجريمة ويأخذ عقوبته هكذا فالله يتوب ويستغفر. فهميني أنت يا بعد ما حكموا على وليدك بخمس سنوات سجن. نعم. أنت يا كأم قاعد قلبك يحرق بقيتي تجري حتى وصلتي لهذا الشاهد أو الفاعل أو أو المحروق يعني المظلوم زعما اعترف لك بلي وليدك بريء. يوميا نلاقي في الحومة ويجيني حتى للدار تجيني حوزه. يعني هذا هو النداء اللي حب وكيل الجمهورية إن كان يسمعنا. بارك الله يعني يعيد ذوك الحكم الأول كان وفق معطيات. ويقول وخلق الإنسان ضعيفا. الآن بانت معطيات جديدة أن هذا الإنسان اللي من أجله دخل وليدك إلى السجن أو يعترف أن ابنك بريء. أعطيك صح. يعني المطلوب يعيطوا له، يقدروا الأستاذ يعيطوا له. لا ما يقدروش لأنه كان حكم محكمة الجنايات
وكاين اجراءات لابد ان تحترم في القانون. حنا نتحدثوا بقانون ما نعرفش نتحدثوا فيه غير شاكله خلاص. ما لا هذا الحكم تم الطعن فيه امام المحكمه العليا في الغرفه الجنائيه. الان المحكمه العليا تنظر في هذا الحكم الجنائي، ولكن في حاله ما اذا كان خرق للقانون، اذا القضاه ما احترموش القانون والاجراءات في بعض الامور المحدده طبقا للقانون، المحكمه العليا تعاود ترجع الملف. اذا ما القانون كان صايب، الحكم كان صايب، المحكمه العليا ما ترجعش الملف، يبقى الحكم قائم. ولكن كل الاشخاص، يعني احنا في كل موسم نقولها انا، كل الاشخاص الامهات والاباء يعني كلهم، يعني لو كنت تفتح ابواب قناه النهار تجدوا الملايين من الاشخاص في طابور هنا. انا يوميا يعني لا انا نقول لك يعني كل الاشخاص يقولوا بالابناء تاعنا ما يعملوا ولا شيء. يعني احنا ابناءنا نعرفوهم، ماشي نحكي على القصه هذه فقط، ولكن نحكي بصفه عامه على كافه القصص اللي توقع تاع الناس. يعني هذه مخدرات تقول لك ابني خطيه، هذا سرقه ابني خطيه، هذا يقول لك انا ابني نعرفه خطيه. يعني شكون استاذي شكون الفعل؟ لا اصبر علي لحظه، الله يرضى عليك. الام هذه ناخذ هذه الحاله الخاصه، ماشي كل الامهات. الشاهد الاصلي اللي هو المفروض محروق. لا ولكن احنا ما نعرفوش مين فوش فيه، شحال من شاهد فيه. لا هل في هذه يعني الحاله انت ظن، يعني انت تظن بان القضاة باش تعرف محكمة الجنائية فيها ثلاث قضاة واثنين محلفين من عامة الشعب يشكلوا، يعني خمسه، ظني بان انت بان القضاء جائر لهذا الدرجه، ظني بان القضاء ظالم لهذا الدرجه. انا استقصيت استاذ، هو القصو قلب اللي خاطرهم في زوج اللي قال قال باللي هذو ما داروا لي ولا شيء. محكمه جنايه ايضا يعني تقول نفس الشيء. وقف قدامهم قال لهم باللي خاطيه ما دار لي والو، فتح النور وهذا حاجه. لو كان جبتيه معك اليوم هذا الانسان دراهم باش يقول قبل ما يروحوا يشيعوا في الجنايات ما مديتيلوش انت دراهم؟ مدلوه انا قصي ما مديتيلوش وبرا وليدك ما مديتلوش. وكانوا شهود، وليدي وقفوا معاه شهود، وقفت معاه مراه وراجل وقفوا شهدوا عليه. وبعد هو وقف مالين هذاك الولد الثاني الضحيه الثاني، عطاو له الدراهم عند تاع دار الشرع يما خباتهم في عبونه ودخل هو. ولكن انا سمحي لي نسالك سؤال فقط، انت تقول لي باللي هو راه يقول دائما باللي بنت خطيه، يعطيك الصحه، علاش يطلب لك الدراهم؟ خاطش في المره ولا كي صارت الضربه مع الحريق ولحقوا رجال الشرطه قالوا له شكون اللي حرقك؟ قال لهم السيف وفاتح هريسه، وليدي رفد رجله ضربوا للراس. قالوا تباصيني انا طميت لك بورطابل ودراهمك والحوايج كون يطفي. قالوا حب تباصيني تبعثني. قالوا ب 50 سنه وليدك هو فاتح هريسه، فتح النار يعطيك الصحه، يقولوا هريسه يقولوا فاتح هريسه. ولكن العداله ليست غبيه، يعني ما نتصورش ان انسان يتلاعب بالعداله كما يحب. يا لا لا شيخنا اسمح لي خليه يعبر كما قال، ولكن القاضي عنده الادله تاعو، الشرطه عند هذه والامن عنده ادلته. ثم اسمحي لي استقصي الاستاذ كي اتعلم منه واستفيد منه. نعم. انسان يجيب البنزين ويدفق على انسان ويشعله بالنار، العقوبه تاعو 4 سنوات سجن. لا هي محاوله قتل، لانه مش عارف فهم. لا لانه الفعل ما تمش، النار ما شعلتش، شعلها وتهلك مسكين. لا كاين القتل الانسان يموت، كاين بدايه القيام بالفعل ثم يخيب الامل نتيجه فعل معين. نعم كما في كافه الجرائم. الان كاين سبق الاصرار والترصد، كاين محاوله القتل ولكن الشخص لم يموت. لم يموت، الهدف كان هو قتله، لم يموت الشخص. العقوبه الان يقررها قضاة محكمه الجنايات، يعني هم عندهم الصلاحيات بين براءه الى 5 سنوات الى 10 سنوات، عندهم السلطه التقديريه يقدروا. ولكن انا نعاود نقول لك انا مستحيل محكمه الجنايات فيها ثلاث قضاة واثنين محلفين يحكموا في ظل الضحيه يقول لك ماشي هما، في ظل شهود يقولوا ماشي هذا. يعني تتخيل انت علاش يحكموا عليه بهذه العقوبه؟ يبقى سؤال السؤال الان لازمنا نعرفوا الشيء اللي ربما الام تاعو ما قالتوش، ولا ربما يشوفوا الملف. حنا لما نشوفوا الملف اذا عرف السبب بطول العجب. حاجه اذا عندي نصيحه نقولها لك، واش راني حابك؟ راني حاب هذا قيقي يروح معك عند الموثق يوثق الشهاده نتاعو، يوثقها ماشي تبقى مكالمه ما يشوفوها. ولكن الشهاده نتاعو ما تنفعش لانه الملف امام المحكمه العليا، والمحكمه العليا هي محكمه قانون. استاذ مالك راهو حاب يسلم؟ هو ولكن لا المحكمه قال خاطيه ما داروا لي والو في زوج. ولا كان سبق له شهاده الزور او تابع وحاب يصحح الشهاده. الان انا نسالكم كل شيء يقول بلي ابن تاعك ما عمل ولا شيء. علاش القضاه تحكموا عليه؟ مانيش عارفه استاذ، هذا السؤال، هذا النداء نود هاني كما قال نداء نوجهه الوزير العدل على وجه ربي، على وجه ربي، على وجه ربي. لو كان دار وليدي الله لا يردو. نهار كانوا يحوسوا على وليدي انا خبيت وليدي في باب الواد، وكي تجيني رجال الشرطه وراه فتح النور
قلت النهار تحكموا لي دار نعطيكم نجيب لكم وليدي باش يحكم لك اه ما داروك حتى جريمه لا لا كيدوني رجال الشرطه لا لا يجوني ورا وليدي قلت لهم وليدي راه في باب الواد عندهم مانو نعم انت كان دار يهبطوا معاه 15 شاهد لمركز الشرطه ولكن اخويا يشاهدوا بلي فتح النور راه بارئ خطيه استاذ ربما من خلال هذه القضايا اللي نعرفوا انه ربما نتعلموا اذا خطئوا يكون في حكم قضائي نتقبلوا انه صح داروا هذاك الفعل ماشي نلجؤوا مباشره لنتهموا ونقولوا العداله ما لا لغه الصراحه لغه الصراحه خلينا نقولوا بان الجزائري مستحيل يعترف يقبل اي حكم قضائي الا اذا كان في مصلحته وانا نروح معك بعيد الجزائري لازم في اي قضيه تعطيه الحكم ويكتبه صح يعني اعطيه قول له اكتب راضي لا هو لازم هو يكتب الحكم باش يرضى به يعني ولا كل فتوى انا تن بعض الناس يسالني سؤال ومن بعد هو يفرض يحب يفرض عليا واش نجاوبه ولكن معيت نقول له قول لي واش تحب نجاوبك كيفاش نصحوا هذا ما نصلحوش يعني نقبلوا اذا بني ارتكب جريمه وانا ما كانش نقول ما شفتش مثلا ولكن ولكن هذا ما يمنعش باللي فيه بعض القضايا اللي توقع فيها اخطاء عند مصالح الامن ولا اخطاء قضائيه وهذه موجوده في العالم كله مالاش نغطي انا لانه ما عنديش مصلحه نغطي ولكن الحقيقه اللي لازم نقولها اللي ما كان ولا انسان يقبل على ابنه ولا بنته في قضيه يقول لك انا ابن تاعي ما عمل ولا شيء يعني نوصلوا الى غلق مراكز الامن والمحاكم نغلقها كلها وينتهي الامر ولكن الخطا بشري موجود انا ندير نداء للسقيقي اذا تسمعنا السقيقي انت هو مفتاح اللغز لأن وليدها راه في السجن بسبب الحرق الذي وقع عليك وهي الأم قدامك أي تقول بلي أنت راك جيت لها مرارا وتكرارا وقلت لها بلي ماشي وليدك اللي حرقني مدى بينا تظهر وتبان ونشوفوك وتبلغ لجميع الأمة الجزائرية بلي وليدها بارئ والله إذا ساهمت باش وليدها يخرج من السجن وهو مظلوم فأجرك عند الله عظيم لو كان دار أستاذ أنا وليدي اختار غلط في مركز الشرطة كذب أنا بيعته مركز الشرطة تاع سوسطارة عنده سوابق عنده سوابق ما قلتش وليدي ملايكة الحاجة يقدر إنسان يكون عنده سوابق ولكن في هذا الفعل ماشي هو ربع سنين جوزهم وليدي وهذا الخامس نوفمبر يخرج العام الجاي رحت ليه السمانة اللي فاتت اللغوات خايف تمشي في الليل نقلع في الليل نلحق صباح لاجونس وعملية جديدة نلحق لعندو يجيبوه لمريض ويبكي قلت له جبيت تحن راك تبكي قال لي باغتني وكان درت معليش قال لي عييت وراني مريض وكرهت لو كان دار الله لا يردو الله لا يردو الله لا يردو فحسبي الله ونعم الوكيل في خالد المحروقه ما ندعيش على اللي حرق ماشي هو بصالي هذاك بينه وبين ربي يمهل ولا يهمل قد ما يتخبى الحق يعلى ولا يعلى عليه هذه فرصة نقدموها لكاع الشباب اللي يسمعونا شوف شعال صعيب انت يجيك سهلة تحدي مشكلة في الحومة تحرق صاحبك ولا وخمم بليهم بعد عندك أب حيبكي عليك ويماك حتبكي عليك وتعشي في السجن وهاي متو حتى اللغوات بس زور وليدها ومريضة ما نقدرش محنا المرأة باش تسافر يعني مدى بينا الناس يعودوا يقولوا إلى الأخلاق الحسنة والتربية شوف المصيبة لك أحجبها ماشي غير نفسك لان الجزائري يكون في الشارع ترى مشكله يحمق ويدير هذيك الغلطه ومن بعد العائله كلها تحمل مشكله هذيك الجباليه هذا النداء قدم فيه المحكمه العليا على وجه ربي على وجه ربي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء حركوا الملف تاع وليدي خرجوه يعاود الشارع والله ولا صبتوا دليل صغير عليه ادوه بالمؤبد لان الله يمهل ولا يهمل كاين بعد ربي اربع سنين وما بان والو ما راهم كسروا راهم يحكمنا فيه كثير من القضايا راهي عندها سنوات في المحكمه العليا وهذا مشكل كبير لان المحكمه العليا وحده في الجزائر ولكن المحكمه العليا يعني عندها اوجه قانون يعني انت وجهتي نداءك يعني للمحكمه العليا لوجه الله ولكن المحكمه العليا تخدم بالقانون لوجه القانون كاين حقيقه تاخر كبير في معالجه الملفات لازم نقولوه يخص مئات الالاف من الملفات يعني صعب جدا باش محكمه واحده في الجزائر تفصل في كل هذه الملفات في سنه او سنتين يعني صعب جدا الامر ولكن فيه اضرار كثيره للمواطنين مثل هذه الكلمه الاخيره شيخ نمد لك كلمه تفضلي واش تقولي الكلمه الاخيره واش نقول في المحكمه تاع الدنيا كون يدي فيها البراءه يوم القيامه لا مفر منه لا 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 يوم هيل ولا يهمل اكيد واش نقول لك شكرا 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 والله ان شاء الله العداله تاعنا
تاخذ مجراها ويبين ان شاء الله حق المظلوم على الظالم. قعد له عام وليدك يخرج؟ قالوا عام وعييت البيت لقطراه ان شاء الله باذن الرحمن باذن الرحمن. نوش نقول لك شيخ كي تصلي ادعي له الله الله يبين حق كل مظلوم. سيعود اليك ان شاء الله دائما ان شاء الله باذن الله باذن الله. السلام عليكم وشكرا. نشكر على واجب. هو لو تسمح لي نقول ان الخطا بشري، كاين ناس مظلومين في السجون، هذه حقيقه لازم نعترفوا بها. صحيح. يعني ليس كل انسان في السجن بمعنى مجرم و... لكن لان الخطا بشري. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. ان شاء الله وليدك يولي ليك مجرد خطا. وشنو هذا قيقي؟ السناي السناي ما تروحيش حتى تفهموا على قيقي، لازم قيقي يبان ويجي. قال لك يعيطوا له في الدار. لا ما كاش هذه. اسمعي لازم ما يجيش يشهد بتخبيه بينك وبينه. لا قال يجي هنا لهذا الحصه. سي قيقي اسمع، والله غير تتعلق من كرعيك وما تشهدش شهاده الحق، لان الشهاده نتاعك حتخرج انسان من السجن. أرواح لهنا واهدر وقول هذا إنسان بريء خاطئ، هكذا القلوب قاعدة تطمئن بإذن الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. مشاهدينا نظرا لكم الهائل من القضايا التي تردنا البرنامج، نتلقاو مع قضية ثالثة بعد هذا الفاصل. إذا مشاهدينا قلنا أن وعدنا كم هائل من القضايا.